القلب اللوز اللوز انا نقولكم الجوز على الطيقة هذاك، انا الطيقة نعطيك الطيقة الطيقة معلومات المتعبسة. محلية. اها البقلاوة بالجوز، نتحرش لا فايلا في هو تي اليوم فازا. شوفي انا يا سمحي لي، نخلي سمية تدير لك قهوة، خاص ما عندنا فيها ني والو. جوز ني لا لوز ما نخافش، انا ني وراي والو. عند سمية مديها قسمطاني. راح تشربي اما راح تشربي قهوة الشاك راح هكذاك، تزيد لي. السكر ما عندناش باقي، ما القلب نخافش تبان. على روحي عندها. قلت لك دونك سمية القسنطيني انا شو كاين نقول لك؟ صافي، ما تخافش على روحها. لكن عفسه اللي نقولها لك، وشني حبيت كنت راح احب نقطع لك كلامك، معليش. انه حفيظه بريكي راهي حامل، يعني يعذروها المشاهدين، ربما راهي في مرحله وحمل الجوز واللوز، لازم معليش ثاني نراعوا شعور خلينا المراه متفاهمين على حامل. ما كل انا حال. شوف نقول لكم حاجه، صدقوني من هذا المنبر بلي راني ما ناكلش الحلويات تاع الجوز واللوز. تاكلي غير لابايل؟ نو، لابايلا ياكلها الزوج تاعي. ما ناكلش ما ناكلش اي حاجه تمشي في الماء. مكسرات تاني ما ناكلش، ناكل لي جاتو ساك، سابلي، كروكي، هادو هما اللي نحبهم، مقرو تاع الكوشه، والله صدقوني. معليش لكن نحب نطيب هاد الامور، نحب على هذاك نطيب. جوز وتشربي واللوز قهوه؟ ماشي كرهت، هي كانت والله حادثه. صح نقفلوا هذا الموضوع، يعني شكرا اللي فتحتوه. هي كانت حادثه، كنت في برنامج من برامج الشروق، يعني ضيفه متصله قالت تعطيني لا غوسات، شاف قالت لها حبيتيها جوز ولوز ولا كاوكاو. انا نطقت قلت لها البقلاوه هذه حاجه مفروغ منها انها جوز ولوز بقلاوه، قالوا كاوكاو. قلت لهم احنا في قسنطينه ما ناكلوهاش، ما ناكلوهاش تما كاوكاو، ناكلوها جوز ولوز. لكن قصدت اننا احنا في قسنطينه ما ناكلوهاش كل يوم ثاني. الانسان يكون واقعي، مناسبات لي مره في العام، من العيد لعيد الصغير، ولا في عرس، والعرس ماشي كل يوم عندكم عرس في الدار سفوان خويا، هذه هي الحكايه. معليش حنا من هذا المنبر راح نقولوا بلي السيده حفظت كلمه بحسن نيه، راح تبين لكم بلي هي انسانه متواضعه، باسكو راح تجوز مع سميه وتشرب كاس قهوه بلا جوز لا لوز لا بلا جوز بلا جاتو بلا لكن هي ما تخافش.